حمس ريدار وياسمين تي في المتابعين بمجموعة من الصور والفيديوهات التشويقية لتعاونهم الموسيقي بعنوان إنسان مجنون، حيث نشروا هذا الفيديو القصير قبل إصدار الفيديو كليب بيوم واحد. فبعد ما تم إصدار الفيديو كليب حقق أكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من إصداره على يوتيوب. فاحتفلت ياسمين بمناسبتين، الأولى النجاح اللي حققه الفيديو كليب، والثانية تخطيها 4,000,000 مشترك على يوتيوب، وهذا بعد ما احتفلت ياسمين بالمليون متابع على انستغرام ونشرت هاي الصور من حفلتها البسيطة بمناسبة المليون. وحشتني يا سارة، جبتي لنا الكلام يا سارة، ماني عارف كيف انا. في نفس اليوم تم إصدار أغنية سعودي ريبورترز مين سارة، واللي حققت أيضا نجاح كتير كبير ونسب عالية جدا من المشاهدات والتفاعل في الساعات القليلة الأولى من إصدارها على يوتيوب، حيث صارت محققة أكثر من 5,000,000 مشاهدة إلى الآن. وللترويج أكثر للأغنية استقبل برنامج صباح الخير يا عرب سعودي ريبورترز على قناة الام بي سي، وليكشفوا لأول مرة عن تفاصيل جديدة عن الأغنية والفيديو كليب، ومن بين أجابوا عن السؤال الشائع مين سارة، والجواب كان أنه سارة مجرد شخصية خيالية، والقصة بدأت من فيديو الأسئلة والأجوبة. وبعد أيام قليلة ومن بعد إعلانها عن خبر عملها على أغنية جديدة، ومن بعد ما شاركت كواليس تصوير الفيديو كليب قبل أيام، أصدرت بيسان إسماعيل فيديو كليب أغنية مسيطرة المنتظر من عدد كبير من جمهور بيسان، إلا أن الفرحة ما اكتملت. فبعد ما نزلت الأغنية على يوتيوب تم حذفها لأسباب غامضة، وأكدت بيسان إسماعيل أنها انحذفت من طرف أشخاص ولكن ما ذكرت أسماءهم، ورجعت نزلت الفيديو كليب على حسابها على انستغرام، حيث لاحظ الجمهور أن نوع الموسيقي اللي اعتمدته بيسان هالمرة مغاير لأغانيها السابقة، حيث أحب الجمهور هالتغيير وبشدة. هوبا لولي، ماما خايفة منها والله. لطالما أثار اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه هالمرة أحدث الجدل موجة غضب كبيرة جدا من طرف الجمهور، واللي هدد أحمد وزينب بدخول السجن. بدأت القصة بعد ما شارك اليوتيوبرز فيديو على يوتيوب اللي كان عبارة عن مقلب ببنتهم الصغيرة، واللي استغلوها بالفيديو لزيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح العالية. هذا غير أنه المقلب كان مخيف جدا بالنسبة لبنت بهذا العمر، حيث لونت زينب بشرتها باللون الأسود لإخافة ابنتها، وسرعان ما بلشت بنتها بالبكاء بسبب الخوف من شكل أمها. انتشر فيديو بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تدخل النيابة العامة لخط نجدة الأطفال والتقدم ببلاغ ضد اليوتيوبرز أحمد وزينب، وتوجيه لهما تهم متعددة ممكن تؤدي بهم للسجن من 5 سنوات أو حتى السجن المؤبد حسب ما جاءت به بعض المواقع. فمن بعد ما تم القبض على أحمد حسن وزينب من طرف النيابة قبل ساعات، تم حجزهما لمدة 4 أيام حسب ما جاءت به بعض المصادر لغرض التحقيق معهم، وانتشرت لهم بعض الصور من بعد ما تم القبض عليهما. من بعد انتظار طويل فرح اليوتيوبرز هيا وشادي وجمهورهم بالمولودة الجديدة بعائلة العشي اللي اسموها سيليا، حيث نزلوا مجموعة من الصور من مختلف الحسابات للإعلان عن هذا الخبر الجميل والمنتظر من طرف جمهورهم الكبير، ليشاركوا معهم بعد ساعات فلوغ الولادة الكامل على قناتهم على يوتيوب، واللي حقق نسب عالية من التفاعل في الساعات الأولى من إصداره.
من بعد أسابيع قليلة من وصول ناري لدبي ومن بعد حضورها لاحتفال وحدث أنا صالة قبل أيام، التحقت شيرين وسيدرا بنارين قبل أيام ونشروا مجموعة من الصور الجديدة من دبي. أولها صور شيرين من مطار دبي لتنزل سيدرا صور بالفستان الأحمر اللي أطلت به بحفلة عيد ميلادها اللي كان مفاجأة من أخواتها وعدد كبير من اليوتيوبرز. بلشت تساؤلات الجمهور تزداد عن ماذا تفعل سيدرا وشيرين بدبي، خاصة أن دبي مكان اليوتيوبرز لصناعة المفاجآت، وخاصة أن تواجدهن بالمرات السابقة كان لغرض العمل على أغنية علي المزيكا. شو رأيكم؟ هل هي مجرد رحلة فقط للاستمتاع أم وراها مفاجآت جديدة؟ فمن بعد ما استقبلت دبي سيدرا وشيرين، ودعت أنس وأصالة وميلا وأسامة، حيث صار موعد التحاقهم ببيتهم الجديد بلوس أنجلوس. هذا المنظر من البيت، البيت هون، ما بدي أدخل عليه أكثر أخربكم. جماعة بصراحة ما بدنا نأخذ من الفيديو أكثر، ما بدنا نحرق عليكم شغلات أكثر، ولكن إحنا هلأ وصلنا على كاليفورنيا. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.